الحفل ديال اليوم احتفل الحمد لله بمليون ابوني اللي كنبغي نشكر فيها جميع الناس اللي تشاقوا فينا وحنا راه بلا بهم راه والو. شكرا لكاع الناس اللي تقاتلوا معنا وشكرا لاي واحد ضرب معنا تماره واي واحد شاق فينا والحمد لله مرضيين الوالدين راه ما عندناش مناش نخاف وداكشي ديال الله يعني الا كتب لك الله واحد الحاجه راه غادي توصل لها. كنبغي نتهرب من فهمتي ما بعض الخطرات ما كتساليش بعض الخطرات يعني الوقت على الوقت ما كاينش. كنبغي نقول لهم دعيو معاه بالشفاء والله يشافيه. الصراحه هذاك السيد ملاقي معاه مره واحده الصراحه الله يعمر هذا الله يشافي يعني بنادم ملي كيوصل شي حاجه سميتها فهمتي شي حاجه اكسيدو راه كتبغي تدعي ليه بالشفاء والله يشافي الله يشافي والله يسهل عليه. وكنطلب من الجمهور ديالو والجمهور ديالي والجمهور ديال المغرب كامل يدعيو معاه بالشفاء. حشومه راه هو راه انسان يعني راه حشومه راه ماشي راه بشر هو يعني راه واحد يكون كاع ما كتحملوش ملي كيوصل للمستشفى راه ضروري خاصك تدعي معاه دير حاجه باين. كنبغي نهدي لهم هذا الاحتفال هذا وكنبغي نقول لهم شكرا لكم بزاف حيت حنا راه بلا بكم راه والو. شكرا بزاف. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.